تحت أشعة الشمس الحارقة تبدأ رحلة البحث عن القوت اليومي لأثير جاسم المواطن العراقي الذي يواجه ظروفاً قاسية أثناء عملية توصيل اسطوانات الغاز إلى منازل زبائنه. البحث عن الرزق أصبح مكلفاً لدى البعض بين ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية وشح المياه، عوامل خلفت مأساة لا توصف. أعرق هواي، يعني بحيث أنا أقول لك ماكو، كل دقيقتين ثلاثة أطلب ماي، كل دقيقتين ثلاثة أطلب ماي. العمل رغم قساوة الحر ليس خيارا لبعض أصحاب المهن الحرة، فكثير منهم لا يملك طرف الاحتماء من الحر، بل يتعين عليهم العمل تحت درجات حرارة حارقة لساعات طويلة. وإذا كانت الظروف صعبة على الرجال فإنها بالتأكيد لن تكون أقل وطأة على النسوة اللواتي يمتهن الفلاحة في الريف. السخانة برشا معناتها قوية علينا، صحيح الواحد يوصل حتى باش يدوخ، نجيبوا الماء البارد يسخن لنا، اما يلزم الواحد يخدم، ما نجموش نسالمو لازم يخدم واحد. وفي بلد تغيب فيه أبسط شروط الحياة الكريمة، يواجه السوري مراد الحرارة وألسنة النيران التي يوقدها داخل ورشته المتواضعة. شوب عم يذبحنا دبع، عم نجي بكير عشان نشتغل نترزق الله، برقبتنا ست أولاد دوبنا عم نحسن من عايشون وعايشين، والعرا عم يذبحنا دبع. إذن درجات الحرارة القياسية حتى وإن أرهقت كاهل البعض ممن يبحثون عن رزقهم اليومي، غير أن العزيمة والإصرار وحب العمل لدى الكثيرين منهم حول الانكسار لانتصار. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.